العالم يترقب ما ستصل إليه المفاوضات حول الحرب في غزة، وهل ستتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار هناك، وإسرائيل في واد آخر تفتح جبهة قتال أخرى في الضفة الغربية. قصف جوي إسرائيلي على عدة بلدات شمال الضفة الغربية يوقع عددا من القتلى والجرحى، وطواقم الإسعاف عاجزة عن العمل بسبب الحصار والمنع الإسرائيلي. ويقول وزير خارجية الاحتلال: يجب أن نتعامل في هذه العملية كما نتعامل في غزة، بما في ذلك نقل السكان. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية في الضفة الغربية قد تمتد لأسابيع، من أجل مواجهة ما سماه التهديدات المتزايدة للمجموعات المسلحة هناك. واستدعى الجيش الإسرائيلي 4 كتائب إضافية إلى الضفة الغربية تزامنا مع بدء العملية. وأما رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فإنه سيبدأ زيارة إلى الرياض للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. فما الذي يجري؟ وهل نحن أمام غزة أخرى ستبدأ في شمال الضفة الغربية؟ جاء الإعلان عن العملية العسكرية مع استمرار التصعيد العسكري للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، عقب تحذيرات متكررة لقيادات أمنية إسرائيلية ومسؤولين أمميين من خطر انفجار الأوضاع في الأراضي المحتلة إلى انتفاضة جديدة. وكانت يدعو تحرنوت قد نقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قبل أيام قلقهم من توسع دائرة المواجهات في الضفة وإمكانية أن تؤدي إلى اندلاع انتفاضة، ما سيهدد الموارد العسكرية المخصصة للحرب على غزة والمواجهة المسلحة مع حزب الله في الشمال. الضفة التي تعيش أجواء من الضغط تشبه حالة بركان يغلي منذ 7 أكتوبر، ليست بحاجة إلى الكثير حتى يثور هذا البركان. عنف المستوطنين في تصاعد مستمر، وسلطة هزيلة شبه غائبة عن المشهد، وعمليات عسكرية إسرائيلية مستمرة تنتقل من قرية إلى أخرى ومن حي إلى مدينة بحجة ملاحقة مسلحين ومطلوبين. واكتملت عوامل الانفجار بإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق، اجتياح بري في عدد من القرى والمدن مع غطاء جوي لحماية الاجتياح البري، يرافقه غارات بالمقاتلات والمروحيات والطيران المسير في صورة تشبه بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة. وأسفرت هذه الغارات الأولى عن عدد من القتلى، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد القتلى في الضفة الغربية بلغ 652 قتيلا، بينهم 19 فلسطينيا قتلوا برصاص مستوطنين منذ 7 أكتوبر، وما زالت العملية في بداياتها. وفي المقابل توعدت الفصائل الفلسطينية بتصعيد عملياتها في مواجهة الجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت أنها ستقاوم بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة الاقتحام الصهيوني على مدينة جنين وطوباس وطول كرم وغيرها. وأما السلطة الفلسطينية فتبدو وكأنها غير معنية بالأمر، وما سيؤول إليه حال الضفة التي من المفترض أنها مسؤولة عن إدارتها بالتشارك مع سلطات الاحتلال. فإن رئيسها ذاهب إلى الرياض للقاء ولي العهد محمد بن سلمان ليبحث معه الأوضاع في غزة ومستقبلها بعد الحرب ومستقبل إعادة الإعمار فيها، والجيش الإسرائيلي يشن حربا جديدة على المناطق التي تحت سلطته. وما هي هذه السلطة التي يمتلكها عباس؟ سنحكيها لكم بسرد سريع يعرفكم على الضفة وتقسيماتها، ومن المسؤول عن إدارتها سياسيا وأمنيا وإداريا، وما هو نصيب السلطة الفلسطينية من ذلك نظريا وعمليا. تقع الضفة الغربية وسط شرقي فلسطين إلى الغرب من نهر الأردن والبحر الميت، وهي الأرض الفلسطينية التي ضمت إلى الأردن في مؤتمر أريحة عام 1951، وشكلت الجزء المتبقي من فلسطين الذي لم تستولي عليه إسرائيل في النكبة عام 1948، بما في ذلك القدس الشرقية. وقد سمتها السلطات الأردنية بالضفة الغربية لأنها تقع غرب نهر الأردن، بينما يقع الأردن على الجانب الشرقي للنهر. وبعد النكبة صارت أراضي الضفة الغربية تابعة للأردن، وتمت الوحدة بين الضفتين الشرقية الأردن والغربية فلسطين بعد مؤتمر أريحة عام 1951،
واعتبر حينها أهالي الضفة الغربية مواطنين أردنيين، إلى أن جاءت النكسة في عام 1967 حيث عادت إسرائيل واستولت على الضفة الغربية. وبعد معاهدة السلام عام 1991 ثم اتفاقيات أوسلو التي عقدت بين عامي 1993 و1995 تشكلت السلطة الفلسطينية باعتبارها كيانا إداريا مهمته إدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة التي انفصلت بعد نزاعات بين السلطة وحركة المقاومة الإسلامية وصارت تحت حكم المقاومة سنة 2007. ومع ذلك لم تستطع السلطة إدارة المناطق التابعة لها، وبقيت الضفة الغربية خاضعة لهيمنة الاحتلال وسياسات الاستيطان والقيود المفروضة وقضم الأراضي الفلسطينية وعزل بعضها عن بعض بالإضافة إلى التبعية الاقتصادية. وطبقا لاتفاقية أوسلو فإن أراضي الضفة الغربية توزعت إلى مناطق تابعة للسيادة الفلسطينية وأخرى تابعة لسيادة فلسطينية إسرائيلية مشتركة، إلى جانب مناطق تتبع السيادة الإسرائيلية الأمنية مباشرة وتشمل التجمعات الاستيطانية الكبرى. وبناء على ذلك تم تقسيم أراضي الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق، مع احتفاظ إسرائيل بسيطرتها على الحدود والأمن الخارجي والقدس والمستوطنات ومسؤولية الأمن الشامل للإسرائيليين. والمناطق الثلاثة هي مناطق ألف تمثل 18 من مساحة الضفة الغربية وتخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسلطة الفلسطينية، مناطق باء تمثل 18 من مساحة الضفة الغربية وتخضع إداريا للسلطة الفلسطينية في شؤون الصحة والتعليم وإدارة الاقتصاد وتتشارك أمنيا مع الاحتلال الإسرائيلي. ومعنى هذا التشارك الأمني أن أجهزة الأمن الإسرائيلية احتفظت بحقها في الدخول إليها في أي وقت تشاء. وأخيرا مناطق جيم تمثل 60% من مساحة الضفة الغربية وقد نص اتفاق أوسلو على تسليمها للسلطة الفلسطينية، ولكن إسرائيل احتفظت بسيطرتها الكاملة عليها بما في ذلك شؤون الأمن والتخطيط والبناء، فهي تخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسيطرة الإسرائيلية عمليا ولم تسلمها قط إلى السلطة الفلسطينية التي من المفترض أن تكون تحت سلطتها وفق القانون الدولي. وبقيت مناطق أخرى تمثل 4% من مساحة الضفة الغربية وتشمل الأراضي التي صادرها الاحتلال كمحميات طبيعية والجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. فهل ستشهد الأيام القادمة مواجهات عسكرية تزيد التعقيد في الضفة الغربية وتكون سبباً في فتح جبهة أخرى تشبه ما يحدث في غزة أو في الجبهة الشمالية مع الحزب اللبناني؟ وكيف سيكون موقف رئيس السلطة الفلسطينية الذي قطع زيارته إلى الرياض بسبب الحرب التي أشعلتها إسرائيل في المناطق التي تخضع لسلطانه ولو شكلياً؟